عسلي من الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير. مرحبا بكم كالعادة في بنا جديدة تتواصل سلسلة العصايد بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وإحنا وانتوما بألف خير يا ربي. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا بنا سهلة اقتصادية اللي هي عصيدة عربي تونسية زمنية تعمل 66 كيف بمقادير مضبوطة على الاخر. دونك من غير ما نطول عليكم، عندي هذم هما المكونات اللي انا باش نستعقلهم للعصيدة امتعنا. مكونات بسيطة جدا، فقط تقيدوا بالمقادير باش تجيكم نتيجة ياسر تحفونة. انا حضرت هوني الصحين اللي باش نقدم فيه، وعندي المكونات زادة كيف كيف حطيتهم على جنب، وعندي زادة طنجرة كيف ان هذه تكون جديدة وما تتلصقش. يا حبذا تكون جديدة، انا عندي هذه سبيسيال مخليتها للعصايد ما تشدش العصيدة فيها جملة مهما كان نوعها. بالنسبة للمكونات امتعنا للعصيدة، عندي هوني 3 كيسان. الكيس الاول فيه 160 مليلتر، والكيس الثاني زاد فيه 160 مليلتر. باش نصبهم الكل في طنجره على نار هاديه، وكان لاحظتوا الكيس الثالث فيه 60 مليلتر اكاهو، يعني نصف الكيس. هذا باش نقعد نتبع به. اول حاجه صبيت زوز كيسان اكاهو مع زوز مغارف كبار زيت زيتونه، خليتهم يغليوا شويه. انا لاحظت الفقاعات بدات تخرج. عندي هوني مغرفه صغيره ملح ماهيش مليانه، باش نكمل نزيدها. ولهنا في اخر مرحله نزيدوا 200 غرام فرينه، ما يعادل 10 ملاعق فرينه مكومه، ونبدا نخلط. لهنا لاستيوس اللي نحبكم تركزوا عليها انه الفرينه ماذا بينا نخدموها وقت اللي تبدا الماء باش يبدا يغلي، يعني نطلعوا هيك الفقاعات نزيدوا الفرينه نتاعنا، تجي ابن برشا من انه نخدموا الفرينه نتاعنا في البارد. دونك نقعدوا نعصتوا، وكل لاحظتوا لهنا زدت شويه ماء من هيك نصف الكيس اللي قعد، ونقعد نتبع ونعجن. راهي تتطلب شويه جهد باش نكمل شويه اخرى ماء، ونكمل ديما نعصد بالطريقه هذه حتى الوين نلاحظوا انه الفرينه نتاعنا بدات تطيب وتماسكت وولات كالكوره هكا تحت ايدينا. وبالنسبه للطراوه نتاع العجينه او العصيده، ماذا بكم انتم تتحكموا فيها باضافه الماء. انا هوني كما قلت لكم زوز كيسان ونص، كملت نص اخر، يعني جاوني 3 كيسان مليانين ماء، يعني ما يقارب 420 مليلتر ماء على 200 غرام فرينة. ونكمل نعصد. بالنسبة للتعصيد خذيت مني ربع ساعة وانا نعصد فيها على الغاز، حتى الوين لاحظت انه التراوة اللي حاجتي بها وصلت لها، ولاحظت زادة انه العجينة ولات متماسكة وطرية، والفرينة ولات طيبة وما هيش نية. دونك باش نحطها في البول عندي. لهنا انتم تنجموا تستكفيوا بالمرحلة هذه، تحطوها في البول، جست تجيبوا شوية ماء وتغطسوا فيه يديكم باش ما تتحرقش اولا، وباش العصيده ما تلصقش في بين صوابعكم. دونك نستويوها بالطريقه هذه، ونعملوا ثقب في الوسط لهنا، وتحطوا شويه زيت زيتونه شويه زبده شويه سكر. لهنا راهي كافي جدا، لكن انا حبيت نعطيها لمسه اخرى، فحبيت نستويها في الصحن وقلبتها باش هكا تعطيني زينه اكثر. هوني باش نعطيكم استيوس. عندي هوني كاس باللارد دهنته بالزيت، وحاولت اني نشكل الحفره هذه او الثقب يكون واسع باش نحط فيه الحاجات اللي باش نزين بهم العصيده. كما شفتوا انا هوني حضرت شويه عسل، شويه دبسه تمر، لهنا دبسه تمر يعطيها بنه مش عاديه. عندي هوني زيت زيتونه، وعندي شويه فيكيا جوز ولوز وتمر. لهنا راهو تنجموا تزينوها حتى بتمر اكاهو، راهو كيفي. جوز انا ديما هكا نحب نعطيها لمسه افين ولمسه اضخم باش هكاك نعرفوا بالعاده التونسيه نتاعنا على اصولها. دونك هذه عصيده عربي نتاعنا حضرت. كيما شفتوا هوني زدت شويه زيت زيتونه، يعني للنص نتاع الحفره ما عبيتهاش، خاطر باش نزيد شويه عسل وباش نزيد شويه دبسه تمر، وباش نكمل نزين بالتمر وبالفاكهه المتوفره عندي. وهكاك تكون العصيده نتاعنا حاضره. نودكم ومنشهيكم العصيده نتاع العاده والسنه نتاع الجدود اللي تربينا عليها واحنا صغار، وهذه هي الطريقه اللي انا تعلمتها من ماما ديما تعملها الحقيقه، وياسر ياسر ياسر بنينه. وراهو البنات المقادير اللي عطيتهم لكم بالحق راهو يجيو نتيجه ياسر تحفونه اولا. وبالنسبه للتكستور نتاع الفرينه تكون طريه وما هيش يابسه.
العصيدة متاعنا كملنا زيناها وباش نمشيو نشوفوها في صحن التقديم. ما نحكي لكمش قدي جيت طرية وبنينة وتعمل 66 كيف. هذه المقادير متاعنا مضبوطة، حتى اللي ما زالت ما تعرش تعملها ولا أول مرة تجربها باش تجيها ناجحة. يكفي انكم تطبقوا المقادير وبالطبيعة المراحل بحول الله تجيكم ياسر بنينة. وهذا في الطبق النهائي. ان شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم، وان شاء الله كل عام وحنا وانتوما حين بألف خير. نخليكم انا دوا في امان الله، ونتلقاو اكيد في فيديوهات اخرى. باي باي وبسلامه.